يقول: هل مسألة خلق القرآن تعد من المسائل الفرعية التي الخلاف فيها سهل؟ هذا كلام أهل الضلال يسهلون. لا، ما هو بسهل الخلاف فيها، ما هو بسهل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال ولم يتنازل ولم يتأول ولم يجبهم إلى ما طلبوا، فلا يجوز التساهل في هذا. وهذا معناه أن الله لا يتكلم. إذا قلنا أن القرآن مخلوق أو كلام الله عموما مخلوق، معناه وصف الله بأنه لا يتكلم، فيكون هذا وصف لله بالعجز. فكيف الله يأمر وينهى ويشرع وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. دل على أن الإله لا بد أن يتكلم، هذا ما يتكلم جمال. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم.